لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله ليحقق الناس العبودية لله سبحانه وتعالى أفرادا وأمما، أسرا ودولا، في مساجدهم وفي أعمالهم وطرقاتهم. فالإسلام دين الحياة كلها، ليس فقط كما يريد البعض أن يجعله علاقة شخصية فقط بين العبد وربه، ويقول أن الدين هو دين الإنسان شخصيا لا دخل له بنظام الحياة، بل الإسلام دين الفرد ودين المجتمع ودين الدولة، بمعنى أن هذا الدين جاء لينظم العلاقة ويضع أطر الحياة للفرد والمجتمع والدولة كلها. الأوامر ليست مقتصرة على الأفراد مثل تصحيح اعتقادهم وتحقيق إيمانهم، آمنوا بالله ورسوله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بل لو تأملنا حتى هذه الآيات وردت بصيغة الجمع، وردت هذه الأوامر أوامر للمجموع لتؤكد في حس الأمة، في حس كل فرد من أفرادها أنه جزء من كيان، أنه جزء من أمة واحدة. بل الإسلام وسع شعور المسلمين بالأمة إلى أبعد من زمانهم، فبعد أن ذكر الأنبياء جميعا عبر الزمان من نوح إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله محمدا باتباعهم، قال إن هذه أمتكم أمة واحدة. فالمؤمنون يستشعرون أنهم أمة حتى في صلاتهم، لو صلى الفرد
منفردا لابد أن يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، لا يقول إياك أعبد وإياك أستعين، ولا يقول اهدني الصراط المستقيم، بل يقول اهدنا الصراط المستقيم. هو يستشعر وجود إخوانه عبر الزمان والمكان، يستشعر أن المسلمين لا تفرقهم البلدان ولا الحدود ولا الجنسيات، المسلمون أمة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من نظام، لا بد من عبودية للمجموع كما أن هناك عبودية للأفراد. إن عبودية الفرد في تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان، وعبودية الأمة أيضا في تحقيق ذلك، ولكن من خلال نظم الحياة التي تنشئ الأفراد المسلمين. إن نظام الحياة الإسلامي الذي وضع للأمة في نظام تعليمها، قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يهدف إلى إخراج جيل متكامل في إسلامه وإيمانه وإحسانه. إنه نظام يوضع للمجموع ليس لفرد في خاصة نفسه. إن نظام التعليم مبني على التفقه في الدين، ولا شك أن تحقيق مصالح الناس في دنياهم هو أيضا من فروض الكفايات، فلا بد أن يتعلم المسلمون أنواع العلوم المختلفة ليحققوا سبقا ورفعة في مجتمعهم ودولتهم على سائر الدول، ولا يكونوا عالة على الناس تابعين لهم يأخذون ما عندهم، وبالتالي لا بد أن تكون له الغلبة عليهم. فإن تأخر المسلمين في أنواع العلوم هو في الحقيقة الأمر تفريط في حق الأمة، وكذلك نظام الأمر والنهي فيها، وهو قريب من أمر الإعلام مع الإلزام. قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. مسؤولية فردية حيثما كنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مسؤولية جماعية في وجود طائفة من الأمة على الدوام تذكر بالخير، إنها مسؤولية المجموع، مسؤولية الدولة والمجتمع في وجود الخير ونشره، وليس أن كل إنسان فقط مسؤول عن دائرة نفسه، بل هو مسؤول عن نفسه وعن أمته ومجتمعه كله. وكذلك في نظام حربها وسلمها، إنه نظام من الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة
ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فهذه أمور للمجموعة، لا يمكن أن تكون لفرد من الناس دون غيره، مع مسؤولية الفرد في أن يكون مجاهدا في سبيل الله في نفسه وبماله وبقوله ولسانه وبقلبه. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي في من خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن مسؤولية المجموعة مسؤولية عظيمة، سبب ضياع الأمة تضيع هذه المسؤولية. وكذلك في نظام حكم الأمة وفصل الخصومات والحقوق بين الناس، قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فنظام الحكم في الإسلام مبني على أداء الأمانات إلى أهلها، وهي كما تشمل الأمانات الخاصة لمن استودع شيئا فعليه أن يؤديه، وتشمل الأمانة الخاصة بين العبد وبين ربه، وتشمل كل ما استؤمن عليه العبد في العلاقات الشخصية والعقود بين الأفراد. فإن الشركة أمانة، والمضاربة أمانة، والإجارة أمانة، وكل ما فوض إليك أن تعمله لغيرك أمانة، فلا بد أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. كذلك تشمل الأمانات العامة، الوظائف العامة، ليس فقط الكبرى منها كولاية أمر الأمة وقيادتها، بل في كل وظيفة عامة إلى أصغر موظف إذا فوض إليه أمر من أمر الناس عموما. فهذا الأمر أداء الأمانات إلى أهلها، وأهلها هم الأقوياء الأمناء. قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الكفاءة مع الأمانة والثقة، هذا هو الأصل في هذا الباب. وأن لا يختار إلا القوي الأمين، ولكن إذا تعذر ذلك
ولم يوجد في الناس من يجمع الصفتين، فالواجب في ذلك الأمثل فالأمثل، وإلا ضاعت الحقوق. المسلمون في هذا يعرفون الواجب المطلوب، ويدركون في نفس الوقت الواقع الممكن، فلا يعيشون حياة الخيال، لكن لا يفقدون الرجاء والسعي إلى المطلوب المأمول، هو يعيش بالواقع ونظره إلى المستقبل، لأن كلا الأمرين واجب. وإذا انفصل الإنسان عن واقعه وعاش بخياله ضر ضررا عظيما، ووقع في مخالفة للشرع كبيرة. تأمل أن القرآن أعد الأمة أنها سوف ترث الأرض ومن عليها، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا في مرحلة مكة والأمة محاصرة، هم قد علموا المطلوب، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، لكنها تعيش بالواقع. إذ كانوا في مكة مستضعفين، فكان الأمر ما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فكان الواقع الذي يعيشونه في مكة يقتضي البناء والإعداد والدعوة إلى الله عز وجل بغير قتال، مع أنهم يعلمون أن طريقهم للعالمية كلها، وأنهم سيرثون الأرض ومن عليها، وأنهم على طريق من قبلهم من الأمم، بل هي أوسع أمة أمرت بتغيير وجه العالم. فإن من سبق من الأمم كانوا يؤمرون بوقعة معينة، وأمتنا أمرت بنشر العدل والإيمان والتوحيد في البلاد كلها. ولذلك أدركوا الممكن الواقع الذي فرضه الشرع عليهم، ليس أنهم إذ علموا بعالمية هذا الدين ومسؤولية المسلمين عن إصلاح العالم عاشوا بتلك الأحلام في واقع يختلف عنها، بل عاشوا بالواقع وهم يرجون ويسيرون إلى المطلوب. لا تيأس من تغيير الواقع، ودائما لا تركن إلى نقصه وعجزه وما فيه من العيوب، بل أنت تدركه لتستطيع التعامل معه، وفي نفس الوقت عندك برنامج متكامل مرتق لنشر الخير، ليس في موقعك فقط وبلدك فقط، ولكن في كل أرجاء الأرض. نقول إن الذي يعيش منفصلا عن الواقع ويحلم ويحلم ويرفرف بأحلامه فوق واقعه يوشك أن يسقط في بحور اليأس والتحطيم والإحباط. وكذلك من يفقد الأمل والرجاء في تغيير الواقع سيظل حبيس واقعه المؤلم، بل سيزداد يأسا من الإصلاح ويزداد سوءا بعد سوء. لكن المؤمن لا ييأس ولا يعرف للإحباط معنى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي نفس الوقت يدرك موازين الواقع، فإنه لا يعيش بدونها قدرا وشرعا.
الشرع أمره بذلك والله قدر ذلك، فلا يصطدم بمن لا يمكنه بحال أن ينتصر عليه ولكن يعد العدة لذلك، فهو قد ينصرف من معركة لكي يعد العدة لمعركة غيرها. لما رجع المسلمون من غزوة مؤتة وقد قتل قادتهم الثلاثة وتولى خالد رضي الله عنه الإمرة بإمرة المسلمين دون أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الله على يديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان الفتح؟ الفتح بأن ينسحب بجيش المسلمين الذي كان يبلغ 3000 في مواجهة جيش الروم الذي يبلغ 200,000، فكان الانسحاب هو الفتح والتوفيق. لما رجعوا قال المسلمون لهم أنتم الفرارون، فدافع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل أنتم العكارون إن شاء الله، يعني الذي يتراجع ليهجم. وهكذا عاش المسلمون بواقعهم سائرين إلى مستقبلهم المرجو المطلوب، وبالفعل حققوا أفضل النتائج. لسنا نصطدم بموازين الحياة ولسنا بالذين نستسلم إلى سيئاتها، ولذلك نقول العبرة في ذلك بالأمثل فالأمثل، والبحث عن الممكن مع رجاء المطلوب والسير إليه. فهذه الأمانات التي أمر الله بأدائها يبحث عن الأمثل فالأمثل، ثم لا بد من الحكم بالعدل. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا الذي قامت به السماوات والأرض. العدل ليس هو المساواة بين ما خالف الله بينه شرعا وواقعا، والعدل ليس هو إلى أهواء الناس أن يحكموا بما يرونه عدلا، والعدل ليس هو الحرية التي لا سقف لها كما يتصوره أمم وشعوب أباحوا الفواحش التي حرمها كل الأنبياء ووقعوا في أنواع المنكرات التي ازدرتها فطرة الإنسان والحيوان. فالتشريعات التي تسنها أوروبا وتريد أن تفرضها بالشذوذ والإلحاد والحرية الجنسية كما يقولون بشرط أن يكون بالتراضي لا بالاغتصاب، هذا والعياذ بالله مما اجتمعت شرائع الأنبياء جميعا على تحريمه، ومع ذلك هم يرونه عدلا ويريدون نشر ذلك وتلك القيم في مجتمعات الأرض، ويفرضون بسلطانهم العسكري والاقتصادي والإعلامي مثل هذه القيم المنحطة. لذلك نقول أن العدل الذي شرعه الله هو ما جاءت به الرسل، العدل هو الشريعة. فأن يرث ابن ضعف البنت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هو العدل. وأن يعقد للمرأة وليها في زواجها، وأن لا تنكح نفسها كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فخاطب الأزواج في أمر النساء، ولو كانت تملك أن تعقد لنفسها لما كان للعضل معنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذا من العدل
ليس من الظلم على المرأة، وأمر المرأة بالحجاب من العدل، وإن اختلفت صفة لباسها عن صفة الرجل. أما أن يقال العدل أن يكون الرجال والنساء يلبسون كما كبعضهم بعضا، وأن تكون المنزلة واحدة، وكذلك كما طالب البعض بالعدل في ظنه من أن يسمح بتعدد الأزواج كما يسمح بتعدد الزوجات، وهذا والعياذ بالله من الزندقة والكفر والنفاق. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأنساب مرتبطة برجل واحد، ويمكن أن تكون عدة نساء، أما إذا ولدت عدة امرأة واحدة عليها عدة رجال اختلطت الأنساب قطعا. ففطرة وحسا وشرعا لا يمكن أن يقع ذلك التساوي، فكل أمر شرعه الله فهو العدل. ليس العدل أن يباح للناس الكفر والإلحاد وأن يقال لهم هما سواء مع الإيمان، بل الإسلام الذي يجب أن يرغب فيه، أن يرغب به وأن يدعى إليه، دون أن يكون ذلك للكفر والإلحاد، وأن يقال هذه حرية للمساواة. المساواة بين المختلفين ظلم، والاختلاف بين المتساويين ظلم. فالعدل هو وضع الشيء في موضعه. الله عز وجل جعل قيام المجتمع والدولة بالعدل الذي شرعه سبحانه. ولذا كانت بعد هذه الآية الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وجاءت طاعة الأمر مقيدة تابعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر ليعلم ما قرره الشرع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. قال الله عز وجل في الأبوين وهما أعظم الناس حقا على الإنسان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لذلك نقول العدل هو شرع الله. العدل ليس أن يكون الزنا برضا الطرفين مباحا، بل هذا غاية الظلم على المجتمع كله، غاية الفساد. بل العدل أن يجلد الزاني غير المحصن 100 جلدة، وأن يرجم الزاني المحصن الذي سبق له الوطء في نكاح شرعي صحيح. العدل هو أن تقطع يد السارق لا أن يحبس. العدل هو أن يجلد القاذف 80 جلدة لا أن يترك. والناس يقذف بعضهم بعضا بالليل والنهار. العدل هو شرع الله. العدل هو أن لا تضيع أموال الناس بالباطل، هو أن لا تغتصب أموالهم، هو أن تحفظ معاملاتهم بعيدا عن الربا والرشوة. إن ذلك من أعظم أسباب الظلم الواقع، أن ينتشر الربا وأن تنتشر الرشوة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي العدل الذي أمر الله به. التحاكم إلى شرع الله هو العدل الذي أمر الله عز وجل به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومما أمر الله عز وجل به من العدل، العدل بين الأولاد في العطية، وأمر الله عز وجل بالعدل بين الزوجات إذا عدد الزوجات، فقال سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، وذلك أن يسوي بينهم في العطية كما يحب أن يرغب أن يكون له في البر سواء. وعندما جاءه أحد أصحابه يريد أن يخص بعض أولاده بعطية وهبة، قال أكل ولدك
ككل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور. فالجور أن يعطي بعض الأولاد دون بعضهم، أو يعطيه أكثر من بعضهم، وإن كان في النفقات يبنى ذلك الأمر على قدر الحاجات، لكن هذا في الهبات شرع الله عز وجل كله عدل، يجب أن يعدل في حقوق الناس، فلا تتعدى عليهم فيما تعاملت معهم من العقود. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود في بيعك وشرائك وإجارتك وشركتك ومضاربتك، في كل المعاملات تفي بما وعدت وتفي بالعقد، ولا تكن ممن إذا عاهد غدر ولا إذا خاصم فجر. شرع الله عز وجل شامل لحياة الإنسان كلها، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وابذلوا جهدكم في تطبيقه في أنفسكم، حتى يوفق الله ويسر للأمة أن تطبقه في مجموعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.